قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. العلم النافع والعمل الصالح، فلا بد من اقتران العمل الصالح بالعلم النافع. علم بدون عمل كشجر بلا ثمر، وهو حجة على صاحبه يوم القيامة إذا لم يعمل به، فإنه يكون حجة عليه. فإن أهل العلم يبدأ بهم إذا لم يعملوا بعلمهم، يبدأ بهم قبل عبدة الأوثان، يبدأ بهم يدخلون النار قبل عبدة الأوثان، فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. فالعلم، يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا رحل. فالعلم ينمو مع العمل ويبارك وينفع، وأما إذا لم يعمل به فإنه لا ينفع، لا ينتفع به صاحبه الذي يحمله، فكيف ينتفع به الناس؟ فهذا يعطينا أهمية العمل بالعلم، وأنه مقترن به. يقول الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد من الأمرين، العلم والعمل. فالعلم بدون عمل لا ينفع، وإنما يكون حجة على صاحبه يعذب به يوم القيامة. والعمل بدون علم أيضا لا ينفع، ويكون هباء منثورا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، شوفون الهباء الذي في الجو، الذرات التي في الجو، هذا هو الهباء. فالعمل بدون علم يكون تعبا على صاحبه، ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أجهد نفسه فيه. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.